يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يلاحظ أنه بعد وفاة الميت يأتي من يكتب عن فضائله وأنه كان يفعل كذا وكذا، هناك من يكتب قصيدة في رثائه، هل هذا يدخل في النعي المحرم؟ إذا كان ما ذكره حقا ولم يكذب ولم هذا لا بأس به، الرثاء لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم رثاه حسان ابن ثابت لما مات، فذكر فضائل الميت والثناء عليه عن شيء طيب، وفي الأثر اذكروا محاسن موتاكم من أجل أن يدعى لهم يستغفر لهم. نعم.